اللهم إني أعوذ بك من سوابق الشقاء، وأسألك حسن الخاتمة. اللهم إني أعوذ بك من سوابق الشقاء، وأسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وضياء صدري وجلاء بصري وذهاب همي وزوال غمي وحزني، واجعله سائقي وقائدي إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرني منهما نسيت، وعلمني منهما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عني. اللهم اجعلني ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلني ممن يقرأه فيشقى. اللهم اجعلني ممن أقام حروفه وحدوده، ولا تجعلني ممن أقام حروفه وضيع حدوده. اللهم اجعلني ممن أحل حلاله وحرم حرامه، وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه ووقف عند حدوده. برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم انفعني وارفعني بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأظهرت برهانه وأيدت سلطانه، وقلت يا أعز قائل سبحانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما، وأبينها حلالا وحراما، فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد وإنذار شديد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إني أسألك رضاك والجنة، وأعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انظر إلي نظرة بعين الرحمة والرضا والعفو عما مضى، والتوفيق يا مولاي لما تحب وترضى.